أول ضربة بهذا الملعب منو؟ منو أول ضربة راح تكون بملعب الكفل الدولي؟ أول ضربة بافتتاحية ملعب الكفل الدولي السفاح يونس محمود. إذا مشاهدينا الكرام، ضربة بداية ملعب الكفل، مشاهد السفاح يونس محمود الهداف التاريخي والمهاجم التاريخي والنجم التاريخي لكرة القدم العراقية. الجماهير تعبر بسعادة كبيرة بحضور نجم كرة القدم يونس محمود للعب ضربة البداية في افتتاح ملعب الكفل. إذا سيدخل هذا الملعب الخدمة الرياضية ركلة صاحب الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم العراقية في مرمى المنتخب العربي السعودي في نهائيات آسيا 2007، وبهذه اللقطة فقط نستطيع أن نقول هنا التاريخ سجل أفضل إنجاز للكرة العراقية ورفقة إنجاز التأهل إلى مونديال المكسيك 86. قائدي الفريقين هو حيدر المسلماوي قائد فريق هذا الكفل، وكذلك قائد فريق القاسم هو لاعب قرار عبد ياسر متواجدان رفقة الكابتن يونس محمود بانتظار انطلاق في صافرة البداية بركلة من النجم الكبير من محبوب الجماهير الكابتن القدير يونس محمود. نترقب هذه اللحظات التاريخية بالنسبة لنادي الكفل على وجه الخصوص وكذلك بالنسبة لنادي القاسم. هذه المباراة الرسمية الأولى الافتتاحية لملعب الكفل، وهنا يرد يونس محمود تقدم إلى جماهير نادي الكفل لكي يحييهم أيضا في هذه المباراة. كابتن يونس محمود لديه شعبية كبيرة وجارفة في الوسط الرياضي في العراق من شماله إلى جنوبه، لأنه نجم طالما أسعد الجماهير في مختلف المناسبات الكروية التي شاهدناها. إذن صافرة البداية انطلقت بأقدام الكابتن يونس محمود وتحولت مباشرة إلى مصلحة فريق نادي القاسم الفريق الضيف في هذه المباراة. الآن بدأت دقائق الحقيقة في هذه المباراة.